حفل تكريم جديد شهدته مصر مؤخراً، وهالمرة من قبل مؤسسة الأهرام اللي قامت بتوزيع جوائز خاصة لأبرز الممثلين المصريين اللي قدم بعضهم أجمل الأعمال خلال السباق الرمضاني الماضي، وعلى رأسهم يسرى، سيد رجب، ياسر جلال، أمير كرارة، سوزان نجم الدين وغيرهم. وكان تم هالاحتفال التكريمي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقامت بتقديمه الإعلامي مريم أمين. البداية مع الممثل المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة اللي تم تكريمه عن مجمل مسيرته الفنية، وبدا واضح عليه خلال الحفل بعض علامات التعب وتقدم بالسن، ولكنه رغم كل شيء خلق أجواء مرحة على المسرح وشكر القيمين على التكريم. طب لازم نسمع تسقيف تاني عشان هو يبقى مبسوط، لازم ينزل من المسرح وهو مبسوط. الممثلة المصرية نادية الجندي اتمنعت عن إجراء اللقاءات الصحفية واكتفت بالتكريم على المسرح، أما يسرى فتم تكريمه عن دوره بمسلسل الحساب يجمع، وياسر جلال تم تكريمه عن دوره بظل الرئيس. التكريم ده شيء جميل جدا بالنسبة للفنان، حقيقة بيديله دفعة قوية جدا للإبداع، وأتمنى من ربنا إن أنا أكون دايما عند حسن ظن الجمهور والنقاد. الممثل أمير كرارة لنال جايزة أيضاً عن مسلسل كلبش تحدث عن فرحته بهالتكريم، بالإضافة لكشف بعض التفاصيل عن الجزء الثاني من مسلسل كلبش وفيلمه الجديد حرب كرموز. في كلبش جزء ثاني لرمضان 2018 شغالين فيه، تأليف باري ودار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج تامر مرسي سينرجي. كانت مشكلة إنتاج، مش مشكلة إنتاج، هو موضوع إنتاجي، يعني كنت أنا ماضي مع سينرجي وكلبش كان حقوق لفيردي زبطه وهم مع بعض بقى ازاي انا ما اعرفش، انا ماليش فيه، يعني مش عايز اقول لك ان انا نفسي اعمل كل شويه دور ظابط والكلام ده، لا، بس هو بالصدفه الفيلم نفسه حلو والموضوع نفسه حلو، ما فكرتش بقى ظابط مش ظابط، الموضوع عجبني وهعمله. اخ حرب كرموز هنبتدي الاسبوع اللي جاي. الممثله السوريه سوزان نجم الدين اللي عم تتواجد حاليا بمصر تم تكريمها خلال الحفل عن جائزه افضل ممثله بمسلسل شوق اللي طلت عبره خلال رمضان 2017. تعبي بمسلسل شوق بدور روز سالم اللي كنت سبية بداعش، ما راح سدى لأنه تعبنا كتير 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 لدرجة أنا افتكرت حالي أنه مخطوفة عن جد، وافتكرت حالي أنه عن جد حموت بهذا المسلسل اللي ما حأطلع منه. بس نشكر الله النجاح الكبير اللي حصدوا هذا العمل في الوطن العربي من سوريا إلى لبنان إلى دبي إلى الجزائر إلى كل مكان، رغم أنه ما نعرض غير على محطتين، فهذا دليل كتير كبير أنه عمل قوي جدا جدا جدا. الممثل المصري إيهاب فهمي اللي قدم أجمل أدواره بمسلسل ظل الرئيس أيضا كان له تكريم خلال الحفل. اللي بيتعب ربنا بيديله، وإحنا تعبنا جدا، وأعتقد أن دي كرم من ربنا سبحانه وتعالى. اتمنى ان كل سنه الواحد يقدم عمل مهم، لانك انت بتبقى بتتعب قوي عشان تلاقي ورق كويس ومخرج كويس والانتاج كويس، فالحمد لله. الممثلين محمد ممدوح واحمد الشامي ايضا تكرموا من قبل الاهرام عن اعمالهم خلال الشهر الفضيل. والله الحمد لله الدنيا فكت كويسه الحمد لله، وانا فخور بالمسلسل ده جدا وفخور بالعمل ده جدا، وبحب اشتغل مع الناس دي جدا، المنتج بشيش ومحمد شاكر طبعا المخرج الكبير وتستمر حبيب طبعا. والله هو الفيدباك كان حلو، يعني في رمضان كان في شويه تريقه بسيطه كده بس ده يبين لك ان الناس اتفرجت، يعني فدي حاجه حلوه يعني بالذات عليا انا ومحمد كريم بس كانت حلوه، يعني دي من الحاجات اللي يعني كانت بتسعدني، يعني بالعكس يعني انا ببص بالحاجات دي جدا، وقابلت على فكره الناس اللي عملوا زي برامج وحاجات يعني فاهم تريقه دي، اتقابلنا وقعدنا نضحك وبتاع وكده. يعني تكريمات عدي عم تشهدها مصر بالفترة الأخيرة كعربون شكر لكل نجومة اللي قدموا عمل درامي مميزة بيستحق التوقف عندها، على أمل الموسم الدرامي المقبل يكون مشابه للموسم السابق لبل أفضل منه من ناحية كمية الإنتاجات ونوعيتها. عايز أقول أنا بشكر مؤسسة الأهرام جدا جدا، مؤسسة عريقة والجائزة منها ليها شكل تاني خالص، فالحقيقة أنا دي مسؤولية جديدة عليا، بتمنى ان انا ابقى قدها، واتمنى ان اللي جاي من اعمال يكون عند حسن الظن دايما، وربنا يسهل كده وناخد جوائز على طول. مبسوط بيه جدا لانه من مؤسسه كبيره زي الاهرام، ومبسوط كمان ان هو من تصويت الجمهور، فان شاء الله يبقى حفله كويسه، اتمنى ان هي تبقى كويسه والجوائز تبقى كويسه.